أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 180 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى 10 من صباح اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 14565 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات لتمكن للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 10281 حالة بعد تماثل 108 حالة جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 239 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين. وبلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 786722 حالة. وتهيئ وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين للالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية اللي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.